أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام التي نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والعالمية والعراقية، ولكن بعد جولة من العناوين. على القدس العربية، العراق الكاظمي يعدل تشكيلته الحكومية بعد ضغوط الكتل الشيعية. على موقع الهيئة نت، تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات العراق. على صحيفة المدى، نيران تلتهم 46 دونما في 4 محافظات وشكوك بوجود أقراص حارقة. على الزمان، العراق موجة قلق من جراء التلويح بتخفيض رواتب الموظفين. على الاندبندنت عربية، مواجهات بين الجيش والمتظاهرين في طرابلس ومهاجمة فرع مصرف لبنان في صيدا. على العربية الجديد، المجلس الأعلى الليبي انقلاب حفتر تغطية على هزائمه المتكررة. وفي الشرق الأوسط، وفيات كورونا في أمريكا تتخطى حصيلة القتلى الأمريكيين في فيتنام. لم يكد العراقيون ينتهون من معاناتهم مع المخبر السري والذي اعتمدت عليه حكومتا نوري المالكي الأولى والثانية بين عام 2006 والعام 2014 لشن حملات اعتقال واسعة وزج الآلاف داخل السجون بتهم مختلفة، حتى عاد من جديد الحديث عن عودة التعامل مع المخبر في بعض القضايا، ونشاطه عاد مجددا في بعض المناطق، إذ تذكر صحيفة العربي في تقرير لها أن الأمر أثار تخوفا بين العراقيين الذين عانوا كثيرا بسبب المخبر السري. نتابع. نجح مجلس القضاء الأعلى في العراق في العامين الماضيين في الحد من فعالية المخبر السري، والذي تسبب بآلاف أحكام الإدانة المبنية على وشايات غير صحيحة، لكن آلية المخبر السري سرعان ما عادت مرة أخرى للظهور في مدن مختلفة، لا سيما المحررة من سيطرة تنظيم داعش. وأثارت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد ضحايا المخبر السري وهو يجلس على رصيف منزله الذي عرضه للبيع بسبب وشايات المخبر، جدلا واسعا حول سبب عودة الظاهرة واعتماد الأجهزة الأمنية مرة أخرى عليها. وأكد مسؤول عراقي رفيع في بغداد أن القضاء العراقي بات الآن أكثر تفهما لمن تتم إحالتهم إليه بناء على معلومات المخبر السري، مشيرا إلى أن هذا النظام آلية اخترعت في زمن رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي، وبسببها زج بآلاف الأبرياء في السجون وبعضهم أعدم، ولا يمكن القبول بإعادته الآن في مثل هذه الظروف، كاشفا عن ورود شكاوى عدة بشأن الموضوع في الفترة الماضية، لا سيما من الأنبار ونينوى. ويحذر نواب وسياسيون من خطورة إعادة العمل مع المخبر السري في الملف الأمني، حيث أكدوا أن التعامل من جديد مع المخبر السري يعني فشلا كبيرا في العمل الحكومي والمؤسساتي. صحيفة العربي تختتم بالقول إن معاناة العراقيين مع المخبر السري لم تنحصر في السجناء والمحكومين الذين ما زالوا داخل السجون بسبب تلك الوشايات، بل امتدت لتشمل عوائلهم التي بقيت من دون معيل ولحقت بها أضرار كبيرة جدا، مشيرة إلى أن إعادة التعاون مع المخبر السري ستكون له تداعيات خطيرة ونتائج كارثية، ما يحتم ضرورة العمل الشعبي والقانوني والسياسي لمنع عودة المخبرين. سلطت صحيفة العرب اللندنية الضوء على عمل اللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب الدينية والميليشيات في العراق، وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن هذه اللجان تم إنشاؤها من أجل ضمان ديمومة مشاريع الأحزاب والميليشيات لتعكس خارطة
للمحاصصة الحزبية في العراق وتمثل عائقا أمام اطلاع الدولة بأدوارها تبعا لما تمارسه من امتصاص لمقدرات العراق. نتابع. يقر وزير الكهرباء في الحكومة العراقية المستقيلة لؤي الخطيب بأن اللجان الاقتصادية الحزبية في المؤسسات الحكومية باتت أمرا واقعا، مشيرا إلى أن هذه اللجان هي من بين أسباب عديدة تعيق نهوض الدولة، ويقوم عمل هذه اللجان على مراقبة أداء الوزير ودراسة جميع العقود والمشاريع قبل إحالتها وتحديد النسبة التي يجب أن يحصل عليها الحزب منها. ويذهب عائد عمل هذه اللجان إلى الزعامات الدينية والحزبية في القوى السياسية الإسلامية، حيث يجري توزيعه وفق نمط معين يضمن توفير التمويل اللازم للمشاريع السياسية الخاصة، ولا يقتصر دور هذه اللجان على استحصال الرسوم والعمولات غير القانونية من المتعاقدين، بل تمتد مهامها لتشمل قضايا استراتيجية تتعلق بتسهيل دخول بضائع وتحويل أموال وتعيين موظفي الدرجات الخاصة. ولعبت اللجان الاقتصادية دورا مؤثرا في إعاقة حصول مصانع الإسمنت المحلية على التسهيلات القانونية والتمويل اللازم طيلة أعوام لتفسح المجال للمنتج الإيراني الذي بقي لمدة طويلة خيارا وحيدا أمام الشركات والأشخاص. كما أسهمت هذه اللجان في أحد أكبر عمليات غسيل الأموال في العالم عندما استخدمت نفوذها السياسي لنقل عشرات المليارات من الدولارات الخاصة بالأحزاب إلى دول عديدة لتوضع في حسابات خاصة أو تدفع لشراء عقارات وممتلكات مختلفة. الصحيفة تنقل عن مراقبين للشأن العراقي قولهم إنه من دون القضاء على اللجان الاقتصادية التي تعشعش في المؤسسات الرسمية لا أمل في نهوض الدولة، إذ أن مواردها ستواصل التشظي لصالح أحزاب الإسلام السياسي. هل كان ذلك الزمن الهادئ شهر عسل طويل الأمد عاشته العلاقة بين الحكومة في بغداد وحكومة كردستان العراق؟ ويشارف اليوم على النهاية لتعود العلاقة متشنجة متذبذبة تعلو فيها أيضا أصوات الاتهامات، وجميعها تدور حول الثروة النفطية والأموال والموازنات، وبدرجة أقل ما يسمى المناطق المتنازع عليها. فاتح عبد السلام يتساءل في صحيفة الزمان، هل يوجد حل نهائي للأزمة بين بغداد وأربيل؟ نتابع. إلى متى سيظل هذا الحال؟ تفتح أربيل عيديها على سعتهما وتحبس أنفاسها في انتظار حليف أو صديق أو من رائحة الحلفاء لها، يتم تكليفه بالوزارة العراقية لكي تسير المراكب المتعطلة أو المتعثرة بين بغداد والإقليم. لا أحد يستطيع تجاهل واقع حقيقي تتمثل فيه رؤيتان متعارضتان في النظر للتعاطي العام مع الملفات الأساسية للعراق، ولا توجد حلول جدية، بل لا توجد خطوات تنطلق من مصالح بلاد موحدة اتحادية، سمها ما شئت، إلا أنها في النهاية تحمل العنوان العراقي. إن كل ما يجري التعامل به هو التوافقات الحزبية وغالبا الشخصية أيضا لدفع عجلة العملية السياسية إلى أمام خطوة أو بضع خطوات بدل الركود أو النكوص أو ربما الانهيار كما كان الأمر متوقعا أكثر من مرة. كيف يمكن أن تكون هناك علاقة صحيحة بين بغداد وأربيل؟ الجواب المستنبط من الصورة العميقة التي تتحرك ما وراء الصورة الظاهرة هو أن لا مجال لقيام تلك العلاقة الصحيحة تحت ظروف التعاملات السياسية الجارية الآن، ذلك أن ثمة مواضعات وهياكل ومجسمات ومعلبات سياسية تحتمي بتراكمات من التاريخ الذي لا يحيل إلى طريق الثقة لا تزال ترسخ وجودها الثقيل على الواقع. الكاتب يرى أن السبب الآخر لاستحالة إقامة علاقة الاتحاد الاندماجي الكامل بين بغداد وأربيل هو أن لكل طرف راعيا خارجيا
لا يتيح لأي بديل عراقي أن يكون السبيل لإيجاد الحلول للأزمة القائمة بين الطرفين. إجراءات تخفيف التجول والحجر الصحي المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا لم تمنع آلاف اللبنانيين من الخروج إلى الشوارع، وقطع الطرقات وإحراق الإطارات في طرابلس وفي بيروت وجبل لبنان والبقاع، وذلك في احتجاجات جديدة يلوح أنها تستأنف الانتفاضة الشعبية مرة أخرى التي عمت لبنان في تشرين الأول الماضي. صحيفة القدس العربي مشاهدينا الكرام تقول إن الطبقة السياسية في لبنان لم تتعلم أي درس من شعار الانتفاضة الشعبية الشهير الذي طالب بمحاسبة الكل ومن غير استثناء. نتابع. فتيل موجة الاحتجاجات الجديدة أشعله عجز حكومة حسان دياب عن مواجهة المشكلات المتفاقمة التي تجعل 50% من المواطنين تحت خط الفقر، وكانت هذه الحكومة قد تشكلت على أساس أنها المخرج والحل لأنها تألفت من اختصاصيين لا يمثلون تنظيمات سياسية، لكن هذه الصورة سرعان ما كشفت حقيقة ارتباط الحكومة بثلاثي حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل، وبالتالي استأنفت الكثير من أساليب النهج القديم في الحكم وسوء الإدارة والتقصير والفساد. كذلك تجددت جذور الاحتجاج الشعبي على خلفية الغلاء الجنوني في الأسعار مقابل هبوط العملة الوطنية التي تخطت عتبة 4000 ليرة مقابل الدولار الواحد، وفي استمرار الحرب التي تشنها المصارف على ودائع اللبنانيين والتضييق في منح القطع الأجنبي مقابل السماح لقلة قليلة من المتنفذين بإخراج مليارات الدولارات إلى مصارف أجنبية. وما يزيد في سوء الأوضاع أن حكومة دياب دخلت مؤخرا في مواجهة معلنة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضمن استقطاب ثنائي جديد يهدد بشق صفوف الائتلاف الثلاثي الذي رعى ولادة الحكومة بين حزب الله الذي يطالب برأس سلامة ويتهمه بكل شرور، وحركة أمل التي تحث على التريث في إقالة الحاكم والرئيس ميشيل عون وتياره الذي يضع قدما هنا وأخرى هناك. الصحيفة ترى أيضا أنه من المثير للقلق أن رد فعل السلطات الأمنية اللبنانية على مظاهر الاحتجاج الأخيرة كان عنيفا وعلى نحو غير مسبوق، ما أسفر عن مقتل مواطن وجرح آخرين في طرابلس، وأن الائتلاف الثلاثي الداعم لحكومة دياب استغل هذه المناخات لتسعير الاستقطابات السياسية التقليدية وإحياء الانحيازات القديمة الطائفية والمناطقية، الأمر الذي انخرطت فيه أيضا بعض القوى المناوئة للحكومة ومساندها. طبيعي أن تحمل الحكومة اليمنية الشرعية المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض وصولا إلى الانقلاب الكامل عن مؤسسات أو على مؤسسات الدولة أيضا في العاصمة المؤقتة عدن من خلال إعلان الحكم الذاتي في الجنوب. خير الله خير الله يرى في موقع ميدل إيست أونلاين أن الحكومة الشرعية هي جزء من المشكلة ولا يمكن أن تكون حلا للأزمة اليمنية. نتابع. طبيعي أن تعتبر الحكومة الشرعية إعلام مجلس الانتقالي قيام الإدارة الذاتية وحال الطوارئ في الجنوب تمردا واضحا على الحكومة الشرعية وانقلابا صريحا على اتفاق الرياض واستكمالا للتمرد المسلح على الدولة في شهر آب 2019، وهو محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات وانعدام الخدمات. أدى تدخل التحالف العربي وهو تحالف على رأسه المملكة العربية السعودية إلى تهدئة الوضع في عدن، لكن النار ما زالت تحت الرماد، لا لشيء سوى لأن الشرعية تعيش في غيبوبة تجعلها بعيدة عن الواقع
والأحداث وهموم الناس. لا تستطيع هذه الشرعية التي على رأسها رئيس انتقالي هو عبد رب منصور هادي الاختلاء في نفسها والتفكير فيما إذا كانت تستطيع تأدية أي خدمة لليمن باستثناء التفرج على ما يدور في الجنوب وفي عدن تحديدا وفي الشمال في مناطق سيطرة الحوثيين. مشكلة اليمن كبيرة ومعقدة في آن، لكن الشرعية جزء من هذه المشكلة ولا يمكن أن تكون حلا. لعل أفضل ما يستطيع تحالف دعم الشرعية الذي على رأسه المملكة العربية السعودية عمله هو إعادة تركيب الشرعية، كل ما عدا ذلك دوران في حلقة مقفلة. الكاتب يرى أيضا أن ثمة حاجة إلى التعاطي مع الموضوع اليمني بعيدا عن الأوهام. حسنا فعل تحالف دعم الشرعية بالدعوة إلى العودة إلى اتفاق الرياض مرة أخرى الذي وقعته الشرعية مع المجلس الانتقالي. مثل هذه الدعوة مهمة جدا، خصوصا إذا ترافقت مع جهود لإعادة تركيب الشرعية أقله من أجل أن تكون عاملا فاعلا في مواجهة الحوثيين الذين ما زالوا مجرد أداة إيرانية لا أكثر. في حين تنشغل القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية بقضية كورونا على نحو أكثر تشددا من الدول الأخرى، فإن المشروع الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية لم يتوقف. ورأينا كيف لم يصل نتنياهو إلى اتفاق مع جنتس لتشكيل الحكومة الجديدة قبل أن يوافق الأخير على سياسة ضم الأراضي الفلسطينية لسلطة الاحتلال. هذا ما جاء في مقال ياسر الزعاترة في صحيفة العرب القطرية. نتابع. إن المشهد في القيادة الفلسطينية شيء ونظيره في المجتمع الفلسطيني شيء آخر، ذلك أن قضية كورونا لم تخرج جوهر القضية من وعيه. هو الذي راقب المفاوضات بين القادة الصهاينة في الوقت ذاته، الذي قرأ المشهد بعناية وعلى حقيقته، ممثلا في أن كورونا ليس سوى محطة عابرة وأن عملية التصفية ستتواصل بدأب بعد ذلك، ولأن الصهاينة لا يتركون الأمر للمفاجآت ويراقبون المجتمع الفلسطيني ولا يركنون فقط إلى القيادة التي تتعاون معهم، فهم يواصلون مراقبة المجتمع الفلسطيني ومطاردة كل أشكال الحس المقاوم، مع أن السلطة وقيادتها لا تقصر في ذلك. إن الرد الحقيقي على صفقة القرن ومتعلقاتها القادمة لا يمكن أن يتم إلا من خلال انتفاضة شاملة تهيل التراب على زمن طويل من التيه، بدأ مع القيادة الفلسطينية الحالية. والحال أن تلويح قيادة السلطة بهذا الأمر لم يتوقف مع كل خطوة كبيرة ينفذها الاحتلال من القدس إلى اللاجئين والاستيطان، وآخر ذلك تهديد عباس بوقف العمل بكل الاتفاقيات إذا تم تنفيذ وعد الضم الذي اتفق عليه نتنياهو مع غانتس، وهو التهديد الذي نسبه إلى قرارات المجلسين المركزي والوطني. ويختتم الكاتب بالقول إن المصيبة التي نحن بصددها هي أن لا أحد يثق بتهديدات قيادة السلطة ولا بوعودها، الأمر الذي يعني أيضا أن الأمل المتبقي يتمثل في انتفاضة يفرضها الشعب على قيادة عباس وتقلب الطاولة في وجه الجميع، أو يتدخل القدر وتتبلور في فتح والمنظمة والسلطة قيادة أخرى بنهج آخر. لن نغير اسم بلدتنا ونحن فخورون بها، هذا ما قاله سكان بلدة سانتا كورونا بمنطقة فيكسل جنوبي ولاية النمسا السفلى، مرددين في فخر أن بلدتهم لم يثبت فيها حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا. ومع انتشار جائحة فيروس كورونا وجد سكان البلدة الصغيرة السياحية أنفسهم محط اهتمام عالمي ومحلي، بل تساؤلات إن كانوا بصدد تغيير اسم بلدتهم، ما أغضبهم خصوصا وأن الاسم ظل مصدر سعادتهم وكانوا بصدد الاحتفال في أيار المقبل وكعادتهم منذ قديم الزمان بقديستهم التي باسمها تسموا.
وكرد فعل ولإسكات من يطالبون بتغيير الاسم، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في حملات واسعة تذكر تاريخ البلدة وتدعو لدعمها وإرسال رسومات لتميمتها المشهورة على هيئة رسم كاريكاتيري مرح لنملة ترتدي فستانا وتقف على قدميها، وهي شخصية معروفة ومتداولة كثيرا في قصص الأطفال وحكايات ما قبل النوم في النمسا. نشاهد سويا الآن فقرة الوجه الآخر لحرية التعبير. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.